السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي، سوف نتكلم اليوم في هذا الفيديو عن موضوع مهم بل مهم جدا، ألا وهو كيف أتعامل مع طيوري في فصل الشتاء. وأتكلم هنا خصوصا عن الذين يربون طيورهم في الخارج مثلي. بداية إخوتي، قمت بتقسيم هذا الموضوع إلى قسمين: قسم خارجي يعني تعامل خارجي، وقسم داخلي. القسم الخارجي هو كيف أحمي طيوري من التيارات الهوائية والبرد بشكل عام، وكذلك القسم الداخلي وهو ماذا أقدم لطيوري من غذاء يرفع درجة حرارة الطيور ويعطيهن المناعة وكذلك يقيهن من نزلات البرد. بداية إخوتي، نتكلم عن حماية الطيور أو الحسون أو الكناري، أي شيء تضعه في الخارج، من التيارات الهوائية. وننتقل بداية إلى وضع البلاستيك المقوى. وضع البلاستيك المقوى أو كما يسمونه النايلون، تغطي جميع الواجهات المكشوفة. أنا عندي هنا، لأعطيكم الصورة من بعيد قليلا، عندي واجهة واحدة تقريبا، واجهة واحدة لا يجب أن أقوم بتغطيتها، هذه كما ترون. قمت بوضع هذا النايلون المقوى هكذا، ها هو، وشده حتى لا يتأثر من الهواء، بشده وبربطه بالألواح الخشبية هكذا إخوتي، وربطه من الداخل. جميع هذه الواجهة الكبيرة. الآن إخوتي، دعونا ندخل إلى الداخل ونقوم بخطوة إضافية كذلك لحماية طيورنا من البرد وكذلك من ماء المطر. طبعا هنا داخل السلاك الآن نقوم بهذه الخطوة، ألا وهي تغطية السقف بالألواح الحديدية أو الزينكو كما معروف هو عند العامية. نقوم بتغطية السقف كاملا حتى نقيه ماء المطر، وكما تعلمون دخول ماء المطر إلى داخل السلاكة يؤدي إلى الرطوبة، والرطوبة مضرة جدا بطار الحسون. وقوم بتغطيتها كاملا بألواح الزينكو. الآن بعد ما انتهينا من القسم الخارجي، سوف ننتقل إن شاء الله إلى قسم الأغذية التي يجب أن نقدمها للطيور لرفع درجة حرارته وكذلك وقايته من نزلات البرد، الأطعمة وكذلك ماذا أضع في الماء لهن. هيا بنا إخوتي لهذا الموضوع المهم جدا جدا، اكملوا معنا إخوتي. إن أحد الأطعمة المهمة كذلك للحسون في فترة الشتاء ألا وهو البيض. البيض مهم ومهم جدا للحسون وكذلك لبقية الطيور في فترة الشتاء. كم نقدم أو كم بيضة في الأسبوع؟ في فترة الشتاء يفضل أن تضع بيضة واحدة، هذا كافي في الأسبوع. وكذلك يا إخوان، طريقة تقديمي لها هو قشر جزء بسيط منها، إذا ترون في الكاميرا، حتى يتمكن الحسون من أكلها، فقط جزء بسيط، وأضعها بكاملها مع قشورها هكذا في السلة المخصصة لها. كما تعلمون أن للبيض فوائد عظيمة للحسون ولغير الطيور، ألا وهو أنه يمد الطيور بالبروتينات اللازمة، وهو يحتوي على فيتامين E وD وB وA، وكذلك تعتبر محفز طبيعي للذكور والإناث. كذلك يقوم بتقوية مناعة الطائر ضد الأمراض ومضاد للأكسدة، ويعمل على تدفئة جسم الطائر في فترة الشتاء. كما تعلمون هي فترة صعيبة أو عصيبة على الحسون وجميع الطيور. لذلك يا إخوان، أنصحكم بوضع بيضة في الأسبوع على الأقل لحسونكم، طبعا بقشورها. ويا إخوان، كذلك لكل شيء كما له فوائد له مضار، إذا بالغنا أو يعني عملنا على زيادة العدد المسموح به، يعني بيضة واحدة يكفي. أما إذا قمنا بوضع كميات كبيرة من البيض مثلا كل يوم، سوف يعمل على تشحيم الطائر وكذلك يصيبه بالإمساك. وأنصحكم إخوتي كذلك
أن لا تبقى البيضة أكثر من يوم في السلاكة، يوم كافي وبعد ذلك تخرجونها. وفقكم الله. شاهدوا إخوتي، لقد عدت للبيضة بعد ساعة أو ساعتين من تصوير أو من عمل أو طريقة تقديم البيض للحسون. شاهدوا ماذا أو كيف أكل الحسون البيض، وهو يأكله بشراهة ومفيد له جدا. انظروا إلى كم أكل منها، تقريبا نصفها. انتقل إخوتي إلى طعام آخر. مين منكم عرفه؟ نقرب لكم عليه بالكاميرا. وهو العصفر، نحن نسميه بلهجتنا العصفر، والبعض يسميه القرطم أو الشوك الأبيض. إخوتي، أنصحكم لوجه الله تعالى أن لا ينقطع هذا الطعام للحسون في فترة الشتاء خصوصا، في فترة الشتاء خصوصا. لماذا؟ لأن لأنه يعمل على تسخين وتدفئة جسم طائر الحسون خصوصا في الشتاء، وكذلك يحتوي على فيتامين إي الذي هو مهم جدا لتحفيز طائر الحسون. كذلك إخوتي، المشكلة التي يواجهها المربي ألا وهو مشاكل الكبد، فهو يعمل على تنشيط الكبد. الزيوت الموجودة في هذه البذرة، بذرة القرطم أو العصفر أو الشوك الأبيض، تعمل على تنشيط الكبد وتحفيز عمل الكبد. كذلك هي مقوي لجهاز المناعة، والتي تضعف خصوصا أي المناعة في فترة الشتاء، فهو مقوي ويزيد مناعة الطير، كما يعمل على تطهير المعدة والأمعاء، كذلك منشط للطيور في فترة الشتاء وغير الشتاء. كيف نقدم هذه البذرة أو هذا الطعام للحسون كما ترونه الآن؟ أعتقد أن معظم مربي الطيور يعرفون هذا النوع، وهو القرطم أو وما يسمى أو يسمى العصفر، ولهم مسميات كثيرة، أو الشوك الأبيض. فزيوته تحتوي على فوائد كثيرة، ومن أحد فوائده هي تقوية الكبد والعمل على تنشيط عمل الكبد. كيف نقدمه للطيور؟ إخوتي، إن قشرة أو هذه البذور قاسية أو قوية نوعا ما، لا تستطيع طيور الحسون طحنها أو أكلها، فلذلك تقدم مطحونة تطحنها. يوجد مياكن أو آلات خاصة في الطحن، طبعا أنت تقوم بشرائها جاهزة من عند المربي. البعض يقوم بطحنها على الخلاط الكهربائي، ولكن أنصحك أخي أن تقوم بشرائها مباشرة من محلات الطيور. تقدم مطحونة هكذا. هذه البذرة أو هذا الطعام مفيد جدا، يقوم بتدشئة الطائر والعمل على حمايته من العديد من الأمراض التي تصيب الطائر خصوصا في فترة الشتاء. لذلك إخواني، قدموا له هذه البذرة، ولا تبخلوا على لطيوركم من تقديم هذا الطعام. نقدم عليه قليلا، ها هو، طبعا هو مطحون وجاهز عندي. كذلك إخوتي، من أحد الأطعمة المستحسن تقديمها للحسون في فترة الشتاء، ألا وهو الفلفل الأخضر. إخواني، كما تعلمون أن الفلفل الأخضر وخصوصا هذا النوع له مذاق حاد بالنسبة لنا نحن الإنسان، فيوجد عندنا مستقبلات حسية تشعر بحرارة هذا الفلفل. أما الحسون الذي يميزه عنا أو الطيور بشكل عام، أن المستقبلات الحسية الموجودة عند الإنسان الموجودة في لسانه غير موجودة عند الحسون، فلذلك الحسون لا يشعر بحدة هذا الفلفل، وهو يرغب بهذا الفلفل بشكل لا يصدق، يحبه كثيرا. ولذلك أخوتي، أنصحكم بتقديمه لطيوركم في فترة الشتاء، فهو يقي الحسون أو الطيور بشكل عام من نزلات البرد التي تصيبه خصوصا في فترة الشتاء، وهو كذلك مضاد للالتهابات، وكذلك يقوي الجهاز الهضمي. كما تعلمون الحسون يعاني كثيرا من أمراض الجهاز الهضمي خصوصا في
في السلكات والأقفاص لوجود الطعام المتنوع وغير الطبيعي أو الذي يتغذى عليه بشكل غير طبيعي. كذلك يا إخوتي فهو يعمل على تقليل نسبة السكر في الدم. لذلك إخوتي لزيادة درجة حرارة حسونك ووقايته من نزلات البرد أنصحك بتقديم له الفلفل الحاد. كيف نعمل أو كيف نقدمه للحسون؟ نقوم بقسم أو تقسيم هذا القرن أو هذا الفلفل هكذا، هذه البذور الحسون يحب كثيرا التغذي عليها، ولكن يا إخوتي نقدم له كل هذا القرن الفلفل، نقوم بتقسيمها هكذا وبعد ذلك نقوم بوضعها للحسون هكذا يا إخوتي. طبعا أنا عندي شجرة أو عودان أو عيدان ناشفة من جذع ناشف، أضع عليها كل ما أقدمه للطيور وهكذا. وأكمل باقي الوضع. رابع طعام يجب أن نقدمه لطيورنا في فصل الشتاء ألا وهو بذور دوار الشمس، فهو من البذور المهمة جدا للطيور خصوصا في فترة الشتاء. لذلك يفضل أن نقدم لها في فترة الشتاء من 3 إلى 4 أيام، 3 أو 4 أيام في الأسبوع نقدم لها هذه البذرة، هذه البذور. أما في فصل الصيف إخوتي فلا يجب أن نكثر كفصل الشتاء، لأن هذه البذور كثرة هذه الطيور تؤدي إلى تشحيم هذه البذور تؤدي إلى تشحيم إلى الطير، وكذلك تسبب له مرض الكبد لا سمح الله. كما تعلمون مرض الكبد مرض صعب جدا، فلذلك أنصحكم إخوتي أن تضعوا لطيوركم في فصل الشتاء في فصل الصيف مرة واحدة وبمقدار 5-6 حبات لكل حسون فقط في الأسبوع. أما في فصل الشتاء فهي الطيور تحتاج إليها ولطاقتها، فهي تمده بالطاقة والحرارة، فإذا وضعتها 3 أيام في الأسبوع فهذا كافي جدا أو 4 أيام. ولكن أخي يجب أن تنتبه إلى أن تقوم بوضع فقط 10 حبات كحد أقصى لكل طائر، تقريبا يعني 10 حبات لكل طائر. فمثلا أنا عندي في السلاكة تقريبا 20 جوز، يعني 40 حبة، 40 طائر، أضع لهم تقريبا هذه الكمية هكذا، أزيدها قليلا تقديريا، يعني كمية على 40 حبة في اليوم، يعني كمية مقبولة نوعا ما إخوتي. ولكن أنصحكم إخوتي ألا تكثروا منها في فصل الصيف خصوصا، أما في فترة الشتاء فأكثروا منها. في فترة البرد القارس في الشتاء لو وضعتم يعني 4 أو 5 أيام في الأسبوع لا يهم، إن شاء الله سوف تستفيد منها، لكن يجب أن تقلل عدد الحبات في كل مرة، يعني 10 حبات لكل طائر فقط. طريقة تقديمها أنا شخصيا أقدمها هكذا، أقوم بتعليقها لطيوري فهي معتادة على هذه الطريقة، والبعض الآخر بإمكانه وضعه خلطها مع البذور الموجودة عنده في السلاكة. كما تعلمون أن أخوتي كذلك أنها غنية بالطاقة وكذلك تمده بالحرارة، وتحتوي على العديد من الفيتامينات، فيتامين دي وإي وإي كذلك. فإخوتي أنصحكم نصيحة أن تقدموا، ولا تنسوا طيوركم من أن تقدموا لها هذه البذرة وخصوصا في فصل الشتاء. إخوتي بعد الانتهاء من الأغذية الشتوية أو الأغذية التي يفضل تقديمها للحسون في فترة الشتاء، ننتقل إلى ماذا أضع للحسون، إلى ماذا أضع داخل مشربية الحسون أو داخل ماء الحسون. إن من أفضل الأشياء التي يفضل وضعها للحسون ألا وهو قطرة أو بعض قطرات من الليمون، فهو غني بالفيتامين سي، وفيتامين سي هو مضاد لنزلات البرد كما تعلمون. نضع 5 قطرات أو 4 قطرات فقط داخل المشربية هكذا، قطرة قطرتين 3 4 5، هذا كافي داخل المشربية إخوتي. كذلك إخوتي خل التفاح الطبيعي هو مهم جدا للحسون في جميع فترات السنة، ولكن في فترة الشتاء
له أهمية أكبر. فلذلك أنصحكم بوضع وضع مرة على الأقل في الأسبوع، مرة واحدة كافي في الأسبوع، فهو يعمل على رفع جهاز المناعة، كما ذلك يطهر الأمعاء والكبد، وكذلك يطهر الجهاز التنفسي، كذلك يقضي على الطفيليات والجراثيم داخل الحسون أو أي طائر. فنقوم بوضع 5 قطرات من 5 أو 4 قطرات داخل المشربية، قطرة يعني تقريبا هكذا 5 قطرات. وهذا ما لدي إخوتي، فإن كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، ومن كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبك الفيديو يا ريت لايك يا إخوان للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.